بعد تدارستكم ذكرتم في وطني هذا الأسبوع أن إنجيل ماري مرقس الذي يمثله الأسد هو أول إنجيل، والثاني للوقا، والثالث إلى متى، والرابع شبه الناس. لماذا في الكتاب المقدس يبدأ بإنجيل متى؟ يبدأ بإنجيل متى عشان متى هو اللي بيربط بين العهد القديم والعهد الجديد، يقول لكي يتم ما هو مكتوب كذا كما قيل في الأنبياء كذا. فحط إنجيل متى في الأول لكي يربط بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن إنجيل ماري مرقس أجمع كل علماء الكتاب أنه هو أول الإنجيل التي كتبت.